السلام عليكم، معكم متجر روم سنت. اليوم عندنا شاي السموار او الغلاية بالبخار او الشاي التركي يعتبر، او سماور يسمى، بعدة الوان، اللون الابيض واللون الاسود. طبعا مكونات المنتج براد، عبارة عن خزف 1 لتر او 900 ملي يعتبر. عندنا غلاية بحوض 3.5 لتر. طبعا مكسب من الموية مكتوبين اقصى حاجة لحد الماء. طبعا هذا اللي يطلع منه البخار يعتبر زي نسم الهواء، وهذا غطى له، بعضهم يستخدموه كغلاية ويخلونه غطى. وإذا تبغى البخار شاي سموار يبقى الشاهي على كذا يكون. الآن بشرح طريقة تشغيل. طبعا عندنا زرين في تشغيل السموار، هذا الزر خاص بغليان الماء، وهذا الزر خاص بغليان الماء وكذلك إبقاء الماء حارة. طبعا طريقة التشغيل بيكون لازم نرفع ذا الزر، هذا الزر لازم يرفع زي كذا، بعدين نرفع نضغط ذا الزر راح تشغل اللمبة الحمراء. الحين يغلي الماء، أول ما يغلي وينتهي الغليان راح يفصل. لما راح يفصل من هنا راح يبقى هذا شغال زي كذا، هذا يحافظ اللون الأزرق، يحافظ على غليان الماء. الآن بوريكم طريقة استخدام أو عمل شاي السموار. طبعا نعبي الماء هنا، طبعا ماء لين حد المكس هنا اخر شيء، هذا حده. طبعا نروح نقفل الغطاء، نقفل الغطاء الرئيسي، نبدا بتشغيله من الخلف، وهو بيكون هذا بيكون تحت كذا، ترفع تشغل من هنا تشتغل لمبه الحمراء، وننتظر عليه من 10 دقائق الى 13 دقيقة غليان ماء. الان مدة الغليان يمكن 10 دقائق. طبعا بعد غليانها مدة من 10 دقائق ل 12 دقيقة، طبعا الزر فصل لحاله وهذا باقي زي ما هو مرفوع، هذا يحافظ على درجة حرارة، درجة حرارة السخان. الآن نسوي الشاي السموار. أول شيء نعبي الإبريق الماء لين هنا تقريبا. طبعا هذا نحط فيه له الشاي، طبعا في ناس يحطون انواع ثانيه وهذا على حسب رغبه الشخص. طبعا انا عندي هنا شاهي كبوس البودر المطحون، وعندي هنا تلقيمه ورق كامل شاهي شاكر. طبعا هذا عطره أو يعتبر يعطي نكهه للشاي. طبعا نحط نعبيه وبعدين نحطه داخل هذا. طبعا الحين نحط الشاي هنا، طبعا نخلي الشاهي من 10 دقائق الى 15 دقيقة على البخار. طبعا بعد 15 دقيقة من ترك الشاهي على البخار، طبعا في ناس يحبون الشاي ثقيل ويعبونه كامل، يعبونه كامل. في ناس لا يحب يعبي شوي كذا ويزود مويه من هنا. في بعضهم يحبوا وسط،